طب ما تورينا الفيديو اللي عندك ده يا سالي. ربنا سبحانه وتعالى يعني هيئ لنا الناس دي ومجموعة الضباط، وخصوصا كمان بخص الشكر بالذات لوزير الداخلية. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا يعني بوزارة الداخلية وبناس الطيبين وضباط الشرطة اللي هم أعلنوا المبادرة دي وسببوا في إن احنا نخرج لأهالينا وعيالنا من تاني. اتفاجئت إن هم قالوا اللي هم دفعوا لي الفلوس وربنا يخليهم يعني اللي بقفوا جنب الناس الغلابة. ربنا يخليكم لينا وكفايه فرحتنا دي، فرحه اهالينا بينا. خلاص هرجع لابني واخده في حضني تاني وعلمه وخلي بني ادم يعني. اللواء حسن سعيد مساعد وزير الداخليه قطاع السجون قال ان مبادره الضباط الشرطه للمساهمه في دفع مديونات الغارمين والغارمات واجب اخلاقي وليس مهني، يعني مشير ان المبادره تعكس مدى التلاحم، وقال ان مصلحه السجون ان المبادره مستمره ويتم حاليا على تجهيز الدفعه الرابعه من الغارمين والغارمات. انا مش عارف ايه الحكايه يعني، المفروض احنا كمان يعني الموضوع بقى كبر قوي، الغارمين والغارمات لان يعني في اكتر من جمعيه خيريه في هذا الكلام، الدكتور علي رمعة، ويعني في حاجات كتيرة. ايه الزيادة ايه وايه السبب وايه الموضوع؟ يعني هنحاول نشوف الموضوع ده يعني اخوانا، يعني نشوف هذا الموضوع، انما موضوع يعني يستحق ان احنا يتشاف ايه الموضوع. طبعا هي الفكرة كلها ان بتبقى الست ديت او العمل ده بيجوز بنته، بيجوز اخته، بيجهز حاجة، خد بتوعه وايصالاته وبتاعه وهب، وما شاء الله الاحكام بتطلع بسرعة قوي في الحاجات دي، بسرعة قوي، وبيلاقي نفسه في السجن، فبتدفع مبلغ غرامه يعني تمام. وده برضه جزء من التكافل، وهو ده جزء من المفروض ان يكون زي ما بيقال اللواء حسن سهيل، يعني ان المساله اخلاقيه ومبادره يعني ما فيش اخلاقنا كلنا، لان احنا الشعب المصري مش مصنف، ده ظابط وده دكتور، لا ده في الاخر احنا كل ده بترجع، ده كل في الاسره الواحده فيها ده وفيها ده وفيها ده وكل كده، هي كده، انما احنا في الاخر مواطنين مصريين ولازم نبقى كلنا ايدينا على ايدين بعض، ولازم في اللي احنا فيه ده لازم نقف كده، ولازم تبقى ايدينا في ايدين بعض، هو ده اللي المفروض نتعمل. وده يا ريت ان النهارده كل واحد ينفذ عن اللي في الكلام اللي بيتكتب على الفيسبوك وفي دوله الفيسبوك. طب بس التنفيذ ده خلى ما فيش النهارده قليل من كتير كتير، يعني انا لما لو انا في شارع في 300 بيت ولا مش عارف ايه، في ساكن في الشارع ده مثلا لو فرضنا 1000 واحد مثلا او 300 اسره مثلا، خلاص الشارع ده لو الشباب بدل ما واخد جنب، واخد بالك، وقاعد على القهوه طول النهار، او واخد جنب بيرفض اي حاجه، او واخد جنب، ولو الشباب فكر ده احنا حاجه ال 500 اسره دول ممكن يبقى في نوع من في الشارع ده شايلين، كل الشارع ده شايل بعضه، ما ده كان اللي موجود في مصر زمان في احيائنا الشعبيه الجميله بالعادات الهايله، كان لما بيحصل حاله وفاه الشارع كله واقف على حيله وشايلين بقى كل الناس اللي جايه تعزي، اللي جاي من حته بعيده وهيبات بيبات، الاكل غدا وعشاء وافطار بيتعمل، فلوس بقى زنقه عشان الخرده والمش عارف ايه والصوان بيتعمل، ومسألة كان كل، وفي الفرح نفس الحكاية، وفي العيا نفس الحكاية، واقفين في ظهر بعض. احنا في، ما هو ده نقدر نرجع ده، يعني المبادرة اللي عاملينها ضباط الشرطة، وعشان كيان ليه راسه ليه رجلين، يعني كيان معروف، فالضباط مع بعض قدروا يفكروا في ده. طب ما تيجي نعمل الكيان ده في الشارع، تعالى نعمله في الحي، تعالى نعمله في القرية، تعالى نعمله في أي حتة، ومن لما هنعمل في التكافل في المساعدة هنعمله كمان في الحاجات التانية، تعالوا نعمله في نتفق على ان احنا ما نرميش حاجة في الشارع، في شارع معين، احنا ولاد الشارع ده مش هنرمي حاجة وهننظف، ويبقى كل محل او كل بيت هو الحتة اللي مساحة قدام البيت دي لغاية لما توصل للناحية التانية انا اللي بنظفها، وده بينظف دي وينظف دي، واي واحد كبير بقى محل هنا اي حد مش هنرمي حاجة، ولو حد غريب دخل ورمى نقول له لا 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 هنا الشارع ده ما بترميش فيه. العدوى دي هتتنقل.
انت عايزه فاصل؟